انا وحده منكم كنت دائما كنسمع القصص وكنقول ان هاد القصص بعاد عليا، ما عمرني ما غنتحط في هاد الوضعيه، حيت كان عند بالي انني مجبده ومقرصه وعضه في بزول سمي. كنت كنقول انني نقول طير طير ولا نطير بلاصتك، ما كنت كنخاف من حتى شي حاجه، حتى النهار اللي البنات غدار بيا وداكشي اللي غادي يطرى من مورا هذاكشي ما عمرني ما كنت كنتخيلو في حياتي. انا غنعاود لكم قصتي من الاول حتى التالي، سميتي نورا، واليوم غنعاود لكم حكايتي من النهار اللي غيتوفوا با وغيخليه في عمري 7 سنين. كنا حنا بينا 3 ديال الخوت، جوج دراري وانا هي البنت، وجيت انا الوسطانيه. كان خويا كبر مني بعام وخويا الاخر كبر اصغر مني بعامين. النهار اللي مات با مامتي كانت غادي تسطى، مامتي اللي كانت درويشه وداخله سوق راسها، ما عارفه ما تسبق ما عارفه ما توخر. النهار اللي مات با غادي يخلينا دويره هي اللي كنا كنتمعشو منها، ساكنين في طاج وكارين طاج. امي كانت مره كتبريكولي ولكن قليل بزاف، ماما كانت كدير داكشي ديال الطياب. المهم دينا عايشين، وانا كنت واحد البنت اللي مهدنه وظريفه بلا قياس، حتى النهار اللي غتبداني المراهقه. وما بداتنيش وانا كبيره عندي 12 14 15، لا بداتني المراهقه وانا عندي 10 سنين. ما عرفتش البنات علاش، وحتى من البلوغ بلغت بكري تقريبا شي 9 سنين ونص كان جاتني العاده الشهريه، وليت انثى، يعني بانوا فيا هذوك المواصفات ديال البلوغ راكم عارفين. المهم من ديك الوقت حياتي تبدلات، هذيك البنت الدرويشه ولات بشويه كتسيف. اول ما بديت به هو الكحول، بديت نكحال مره ندير عكير الماما كنشفروا ليها ونمشي به للمدرسه. كان الاستاذ ديالي ما كيعجبوش الحال، وشحال من مره كيقول لي جيبي ولي امرك، امي كتندب حناكها وتغوت وتجدب، وفي التالي ما كتصور حتى شي حاجه. غادي نبقاو جارين بشويه انا كنت دايره ديك الساعه الفولار بشويه بديت هذاك الفولار كنجرو، مره نجر حد القصه مره نفوت القصه واحد شويه، وليت نقاد هذيك القصيصه ونصيبه ونشعري كان شويه حرش. المهم بديت كنحس بجنابي حتى النهار اللي نط مع الصباح وقلت لامي هذا الفولار هو اللي ما بقيتش غادي نديرو، غادي نحيدو. امي جدبات وبكات وقالت لي بنيتي واش باغا تضحكي فيا عباد الله، واش بنيتي حتى شاب عاد نعلقوا لي حجاب، وانا اللي كنت كنقول بنتي باي دبا والناس كاملين كيشكروا فيك، وهادي عيات ما تهضر وعيات ما تسبل ليا بعينيها. ولكن البنات انا هذيك الساعه كانوا تدو دنيا صافي، ديك الساعه وليت باغا نلبس باغا نتقاد، ما دويتها ما كلمتها، وداك الشيء اللي في راسي هو اللي درتو، طيرت الفولار وماشي غير طيرته وبقيت كنلبس محترم، لا وليت عاطيه غير المينيات لباس مزير، والمدرسه كامله كانوا عارفيني اشنو كنسوى، وكان كلشي كيتشكى مني، ودائما التبريه كتجي الوالدية. المهم مامتي ما كترضاش، تمشي تبكي وتشكي وتقول لهم ما عندي ما ندير، باها مات وهي تسيفات. المهم اش غنقول لكم، بقينا جارين هكاك حسن من هذيك القرايه، ولات عندي زايده ناقصه، ما غاديش دوز بزاف د الوقت حتى غنولي نشوف البنات كيتصاحبوا. البنات اللي شفتهم كيتصاحبوا كانوا كبار مني هكا في الكوليج، هلي في الثامنه هلي في الكاتريام، وانا ديك الساعه كنت في السادس. ايوا حتى انا قال لي راسي خاصني انا ندير علاقه مع شي واحد، وفعلا اول واحد جدوى معايا قلت له مرحبا وليت كنخرج معاه. غتحصلني امي وهذاك خويا الكبير غادي يشدوني وغيكزروني عصا، وغادي يقولوا لي هذه هي الاخره ليك، ما بقيتيش غادي تمشي للمدرسه. ايوا جلست تقريبا شي يامات، ومن بعد ما رجعاتني وقالت لي وياك تعاودي، وانا كنت حلفت بحلوفي ما نبقى نعاود، ولكن كيف برد اجنبي من العصا. وعاوتاني بليت غاديه جايه للمدرسه، رجعت ريما العادات القديمه، وعاوتاني تصاحبت مع واحد اخر. المهم عاوتاني حصلت وكليت العصا، وكانت جات العطله الصيفيه، كنت نجحت وكنت طايره بالفرحه انني غنطلع الكوليج، وحسيت براسي انني كبرت البنات. المهم هي هذيك دوزنا ديك العطله الصيفيه اللي دازت عندي كيف العام، لانني كنت جالسه في الدار ومامتي ما كانش كتخليني نعتب برا الباب. المهم دوزنا هذيك العطله الصيفيه، جا الكوليج واجيو تفرجوا فيا خصكم، صافي خرجت لها طاي طاي، وليت كل نهار مع واحد في شكل. الهضره كتوصل لمامتي، ومامتي كتشدني وكتكزرني عصا، ومن موراها كنشد الطريق شي يامات، ومن بعدها كترجع لي مع العادات القديمه. غادي ندوزو مده في هذه الحاله، الصداع والمشاكل والغوات، وخويا غادي وكيكبر وما كيرضاش وكيقول لي هادشي اللي كديري فيه راه كتشوهينا كاملين. المهم بقيت جاره اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، حتى وليت كندخل الانترنت، وتما وليت كندخل لهذوك المواقع ديال التعارف، وما كنتش كنتعارف نهائيا مع المغاربه، كنت باغا غير الناس ديال الخليج. حيت ديك الساعه كانت واحد بنت جيراننا تزوجات بسعودي، وداك السعودي على ما كتقول هي لاباس عليه، وكان جا ودار ليها الان
الدارس، وتا انا وليت كنحلم فحالها. كنت كنقول خاصني نتزوج براجل لاباس عليه اللي يثقني انا ووالديا من هاد العيشه اللي كنا عايشينها. واخا ما نكذبش عليكم، حنا راه كنا عايشين بخير وعلى خير، حتى شي حاجه ما ناقصانا. يعني الاب ديالي كان خلانا مسورين، عندنا ديك الدويره، كنا ساكنين في واحد البارطمان الفوقانيه والدار التحتانيه كنا كارينها، يعني ما كان ناقصنا والو. ولكن انا كنت كندير اعذار راسي وكنت باغا ما عرفت فين نوصل. صافي وليت كندخل هذوك المواقع ديال التعارف، نهضر مع هذا ونهضر مع هذا ونهضر مع هذا، وطبعا كاملين كانوا كيوعدوني بالزواج ويقولوا لي حنا غنجيو نتزوجوا بيك، احقا وريني راسك عريانه، احقا ديري لي فيديو، احقا ديري هادي. وانا كي الحماره كنصيفط لهم هذاك الشيء، وما غنكذبش ونقول لكم انني كنت كنصيفطو بدون مقابل. شحال من واحد فيهم كان بدا كيصيفط لي الفلوس، وكنت كتاخذهم واحد بنت جارتنا وكتعطيهم ليا، حتى انا ديك الساعه ما كانت عندي لا كارت ناسيونال. المهم بقيت هكاك من واحد لواحد، هلي ندوز معاه 6 شهور، هلي ندوز معاه عام، هلي ندوز معاه شهر، هلي ندوز معاه سيمانه، هلي غير كنهضر معاه نصيفط له الفيديو الغبير الطاهر. المهم نصور لهذا ونصور لهذا المغاربه، وما بقاوش نهائيا معمرين لي عينيه، ما بقيت لا كنصاحب لا كندير العلاقات، عندي غير مع السواعده والخليجيين، نهضر مع هذا كيف ما كليكم، ونهضر مع هذا ونهضر مع هذا، حتى وصلت لواحد المرحله اللي ولا فاش كيجي شي واحد كنتلاقى معاه. الحاجه الوحيده اللي ما درتش انني ما عمرني ما مشيت مع شي واحد للدار، كنا كنتلاقاو في القهوه، والوقت اللي كيقول لي يلاه معايا للدار كنقول له لا، وهو حيت اصلا كيكون باغي غير يتفلى ديك الساعه كيهزني وكيحطني سطر بلاص قرقيب وكيقول لي بسلامه بسلامه. المهم غادي نبقى وجري حتى غندير 16 عام، 16 غادي نتعرف على واحد السيد على اساس انه سعودي. بقى عليا بالهضره والكلام والحب والغرام، وقال لي انا باغي نتزوج بيك، وبدا عليا احقام احقام، بغيت نشوف الجسد ديالك، بغيت نشوف كيفاش دايره، ما هادي ما هادي. حتى كنت بديت كنصيفط له التصاور ديالي عريانين شويه، بديت كنصيفط له الفيديوهات شويه. السيد غادي يخرج من الرومط وغايقول لي انا مغربي وانتوما كاملين بنات الحرام، انا اليوم غادي نربيك واليوم غادي نوريك اشنا هما السواعده. انا تما وليت كنبكي، وخاصه انني عاطيه تصاوري وعاطيه تصاوري حتى بوجهي، يعني تشوت ما فيهاش. واحنا واخا كنا ناس اللي بساط، ولكن كنا معروفين، الاب ديالي حتى هو كان معروف الله يرحمه. المهم هي هذيك بديت كنبكي، ما كنتش عارفه راسي من رجليا، السيد بلوكاني وكنغبر واحد اليومين، ومن بعد كنرجع وقال لي غتصيفط لي فيديو، وها اشنو غديري وها اشنو غديري. انا بديت كنبكي وقلت له ما غنصيفط لك حتى شي حاجه، عطيني التقار اخويا وبسلامه. قال لي داك التقار هو اللي ما عمرك ما غادي تشميه، ودابا يا غديري هادشي اللي كنقول لك، يا الفيديوهات ديالك غتلقايهم في المواقع الاباحيه. تخيلوا البنات في دوك اليامات كانوا الناس كينحسوا انا كندخل لهذوك المواقع باش نقلب على راسي، وكنقول اكيد غيكون لاحني. المهم بقيت اليوم وغدا والسيد كيهدد فيا وانا شابعه خلعه، حتى النهار اللي درت له هذاك الفيديو، من موراها قال لي ديري فيديو اخر، ومن موراها قال لي فيديو اخر، حتى وصلنا لشي فيديوهات اللي ما عمرني ما درتهم في حياتي، شي فيديوهات ديال الخلاعة نيشان. المهم كيبدا يقول لي ديري هكا وديري هكا وديري هكا، المهم داكشي اللي كيقول لي كنديرو انا كنت خايفه. المهم غادي نبقاو شارين اليوم غدا حتى النهار. السيد ما غيبقاوش كيفينو غير الفيديوهات ونهضر معاه في التليفون، لا غيولي يقول لي غتجي عندي للدار، انا باغيك انا باغيك نيشان. انا كنت كنقول له لا ما نقدرش نجي عندك، حيت كنت عارفه ومعكدة اني الا مشيت عنده يقدر يغتصبني ولا يتعدى عليا، وانا حتى ديك الساعه كنت مازال بنت وكنت خايفه بزاف. المهم دارت بيا الدنيا، والسيد بقى عليا بالتهديد وكيقول لي غتشوفي معايا للخر، الا ما جديتيش معايا الطريق والله حتى نشوهك وتصاورك ونصيفطهم لعائلتك ونصيفطهم ونحطهم في مواقع الاباحيه، وهذيك الساعه حريرتك ما غيجمعها حتى شي واحد. المهم بقيت مده بلا نعاس، عطيها غير البكاوات اليوم وغدا اليوم وغدا، ما حست بيا. فواحد النهار شداتني وقالت لي اجي لهنايا، شنو عندك نتيا؟ علاش ديما مخشيه في داك البيت وسد عليك؟ انا تلاحيت عليها وبديت كنبكي، كنت قلت اللهم العصا ونبردها ولا شوها مع عباد الله. المهم كنت عاودت ليها كل شيء، قسي من طقطق حتى السلام عليكم، وقلت لها شوفي امي انا كنت كنهضر مع السيد على اساس انه سعودي وانه غيجي يتزوج بيا ويخرجني من القهره ويخرجكم حتى نتوما. بالحق السيد طلع مغربي وكيتفلى عليا، ودابا كيقول لي وحده من الجوج، يا غادي ديري داكشي اللي قلت ليك، يا غادي نشوهك ونفضحك انت ووالديك. المهم مامتي فاش قلتها ليها كانت هزات التليفون ديك الساعه وكتهضرات معاه، وقالت لي عليا بليمي اللي حلفوا بيه بنات الرجال الشلغميه وما تعطيت ثقار لبنتي، يا حتى ندخلك للحباسات. الكونفرساسيون ديالك انت وياها عندي، والنمره التليفون
غنديها لك عندي، وبنتي باقي لحد الساعه اللي كدوي معاها راه قاصر، يعني الا مشيت حسب داك نهار سبيك الحبس كتشوفو بعينيك. وقالت له دابا عليا باليمين وتخرج التصويره، سواء عندك سواء ما عندك ما نعرفك غير نتايا. السيد كانت نكره وهذيك الساعه خاف وعرف انه ما غيصور مني والو مادام الماما داخله في الموضوع. المهم تم الغبير الظاهر، ما عمرني سمعت عليه شي حاجه، وانا كنت استفدت اكبر استفاده، كنت خديت درس اللي ما عمرني ما نساه. واخا كنت كنسمع بزاف القصص على بنات اللي طرا لهم هكا، على مغاربه اللي شوهوا بنات، دراري اللي كانوا كيهضروا مع بنات على اساس انهم سواعده وخليجيين وفي الاخر طلعوا مغاربه، وكانوا كيبتزوهم، كاين اللي كيعطيها الفلوس، يعني هادشي كامل كنا كنسمعوا في القصص. ولكن ما عمرني ما قلت كنقول انني انا غيطرى لي هكا، حيت انا كنت كنقول انني مطوره. وهاد السيد اللي كنعاود لكم عليه راه كان كيدوي بالخليجيه كانه خليجي، وكان زعما الا سمعتيه تيقيه، وكان كيغريني وندير ليك ونفعل ليك، وانا غنجي نتزوج بك والغيره وما نعرف. وانا حيت كنت باقا مرهوشه ما عارفه حتى شي حاجه، فكانت دارت بيا الحصول وما فيه. فهذيك الوقيته كنت دخلت سوق راسي ديال بصح، ما بقيت لا كندور لا هوك لا هوك، من المدرسه للدار ومن الدار للمدرسه، حتى من داك الصاحب والدوران في صداقي ما بقاش، وجديت الطريق ورجعت هذيك نوره البنت الدرويشه. ومهمتي كانت سدت الموضوع، ما غنكذبش ونقول لكم انني تخطيت هادشي كامل، ما تخطيتوش، كان دائما واحد الخلعه في قلبي، ودائما خايفه من هذاك الفيديوهات اللي يبانوا وصدق مشوهه مع عباد الله. فيما كان كيخرج شي فيديو ولا شي فضيحه كنقول يمكن انايا، وكنمشي نقلب عليها حتى كنتاكد انني ماشي انا. المهم وليت كل اللي كنترحد المواقع الاباحيه كندخل ليهم، ماشي باش نتفرج ولا كندخل غير باش نشوف واش انا تحطيت ولا لا، واش شي واحد من هذوك اللي كنت كنعرف حط الفيديو ديالي ولا لا. المهم غادي دوز مده حتى مؤخرا غنرجع لهذوك المواقع ديال التعارف، وكنت راجعه غير حين تمليت لانني ما بقيتش كملت القرايه وليت جالسه غير في الدار. المهم مليت وقلت اجي نرجع ونشد السول، المهم كنهضر مع هذا وكنهضر مع هذا، ولكن ما عمر شي واحد ما صيفط له التصاور ديالي ولا داكشي كامل اللي كنت كندير، صافي حيدته من بالي، الهضره في الحدود وخلاص. المهم غنبقى نتعرف من واحد لواحد حتى غنتعرف على واحد السيد اللي سميتو كريم. المهم بديت كنتعرف عليه، السيد خدام ما ناقصو حتى شي حاجه، في الاول العلاقه كانت عاديه. المهم قال لي نتعرف عليك، وديت كنتعرف عليه بشويه بشويه، ما خيدوش بزاف حتى السيد غيقول لي تعلقت بك بزاف وبغيتك الحلال. صافي نتعرفوا على بعضياتنا بجديه باش ان شاء الله ما يكون على الخير. انا حتى لهنا كنت مغيبه، كنت كنهضر معاه وعطيتي قلبي كله، ما غيدوش بزاف حتى غنولي نبغيه ونحماق على التراب درش ليه. علاقتنا تطورات والسيد ولا كيبغيني وكيحماق عليا، وحتى انا وليت كنبغيه وكنحماق عليه. المهم غادي ندوزو مده حتى النهار اللي غيجبد ليا الموضوع ديال الزواج، وغايقول ليا انه باغي يجيب والديه. انا تما فحالها صرفقني، اي بنت غادي تحلم بهذه اللحظه وغيعجبها الحال، ولكن انا واحد الخلعه جدتني في قلبي، وليت كنقول عندك شي فيديو من الفيديوهات ديالي بان وكلشي تفضح، عندك شي واحد يقول له هاد فلانه راه كانت كنعرفها ولا كنت كندوي معاها، لانني انا راه قلت لكم تصاحبت مع بزاف، وفي الوقت اللي بديت كنهضر في الانترنت الله اعلم واش هادو كاملين خليجيين ولا فيهم مغاربه. المهم تلفت وما تليت عارفه ما ندير، وبديت كنتهرب من هوك وكنتهرب من هوك، وكل مره كندير له سبه في شكل وكنقول له بشويه احقا مازال صغيره احقا هادي، والسيد غير جار معايا قد ما كيجر، كنلقى انه ولد الناس وكيتعامل معايا على اساس انني بنت الناس، على اساس انني بنت ظريفه ودرويشه والله يامرها دار، لدرجه انني فاش كنهضر معاه ما عمره ما قال لي صيفط لي تصورتك عريانه ولا شي حاجه. وحتى مثلا فاش كنجبد له هاد المواضيع ولا كنقول له مثلا البنات اللي كيتصاحبوا كيقول لي انا داك السيل ما عنديش معاه، انا بغيت بنت الاصل، بغيت شي وحده اللي تكون درويشه وتربي لي ولادي، لانني انا فاش تعرفت عليه كنت خديت الدرس اللي ما عمرني ما نساه، والشخصيه ديالي كانت تبدلات. المهم في الاول كنت غاديه فداك الهبال وغاديه معاه، ولكن من بعد وليت كنحس بتأنيب بالضمير، وليت كنقول انا دابا غادي راه كنغدر فيه، يعني هو كيهضر معايا على اساس انني انا ما دايرش دوك الاغلاط، وانا داكشي كامل مدوزه ومدوزه اكثر منه، يعني كنقول الا مشيت حتى غارحته غادي نخسرو، ما فيها لا الا ولا حتى، ولا مشيت حتى سكت وضربت الطن غادي نتسمى كنكذب عليه، وها انا كاع سكت كنقول الا تزوجت بيه يقدر واحد النهار يخرج شي فيديو من الفيديوهات ديالي، وهذيك الساعه غنصدق واحله. وانا حيت كنت حماره وما كانش عندي العقل كنت دايره فيديوهات بوجهي مكشوف، اللي غتقول لي صارحيه ما نقدرش البنات، ما نقدرش ما نقدرش ما نقدرش ما نقدرش، واللي غتقول لي تفرقي معاه والله ما عرفت البنات، ما عرفتش حاولت شحال مره ولكن ما كنقدرش. انا البنات اليوم تالفه ما عارفاش شنو كندير، ندمت البنات واحد الندم اللي ما عنده حد. كون رجع بيا الوقت ما عمرني كنت اصلا ندخل للانترنت، ما عمرني كنت نهضر مع شي واحد، ما عمرني كنت نتلاقى مع شي واحد، ما عمرني ما كنت نتصاحب من الاساس. جاتني المراهقه صعيبه، كنت باقا صغيره ما عارفاش بالضبط اشنو غندير، خطات اخلاط كارثيه.
واليوم كنخلصهم البنات. انا اليوم عاودت لكم قصتي حيت فعلا محتاجه النصيحه ديالكم. بغيت نعرف اشنو غندير. ماما كتقول لي شوفي ربي ساتك ستري راسك وكملي مع هاد ولد الناس وتزوجي وديري دويرتك. كتقول لي بلا ما تصارحيه بلا ما تقولي ليه والو، ولكن انا قلبي كنحس بيه فحال مزير عليا وكنقول هاد ولد الناس ما غلط عليا ما غلط معايا في حتى شي حاجه، وبالعكس كيدوي معايا مزيان ومحترم وولد الناس. وشحال من مره كيف ما قلت لكم كيجبد لي الموضوع وكيقول لي احقا انا بغيت زعما بغيتك حيت لقيتك انك مختلفه على البنات، داخله سوق راسك بعقلك، ماشي شي وحده اللي عاطيه غير الخروج والدوران، ماشي شي وحده اللي كتهضر في الانترنت مع الدراري، ماشي شي وحده حيت انا حتى من الكاميرا ما كنديرهاش معاه. التصاور اللي كنصيفط ليه كنصيفط له تصاوري بالفولار، يعني هو هكا شافني وهكا عرفني وهكا كيظن انني انا دايره. ولكن البنات انا عكس من هذا الشيء كامل، ونعاود لكم القصه ديالي بجميع التفاصيل ديالها، وعارفه راسي غلطت واليوم تالفه ما عرفتش واش نكذب عليه ونكمل حياتي على اساس هاد الشخصيه الجديده، ولا نعاود له القصه ديالي اللي ما نقدرش اصلا نعاودها ليه. ما عرفتش البنات كيفاش نتصرف وكيفاش ندير، وكنتمنى انكم تدعوا معايا غير سيد ربي باش يسرني، وحتى شي واحد ما ساق الخبر لهذاك الشيء اللي كان طرا ليا. الغزالات ديالي هنا سالت القصه ديالنا. ما تنساوش طبعا تخليوا الاراء والتعاليق ديالكم لصاحبه القصه، وما تنساونيش من التعاليق الزوينه ديالكم. هنا ما بقى لي الا نقول لكم حبيباتي ما تخيطش بكم، كانت معكم شهرزاد اللي كتحماق وكتموت عليكم.